مساء الخير. فنان مختلف مغاير لا يبحث عن الشهرة والأضواء، بل عن ما يخاطب الوعي والوجدان ويساهم في بناء الإنسان. مؤلف موسيقي وعازف عود، تشرب الموسيقى منذ كان طفلا في إسرة تهوى الفن والموسيقى. مجتهد عصامي بنى نفسه بنفسه. نحاوره الليلة عن جديده ونطل معه على مسيرة حافلة ومشوار شيق. نرحب به فنانا متميزا يدعى شربل روحانا. أهلا وسهلا فيك أستاذ شربل. أهلا فيك، شكرا. السؤال الأول لحضرتك هو عن علاقتك بآلة العود، كيف توصفها؟ كيف تختصرنا إياها هذه العلاقة؟ يعني مثل أي شخص عزيز، عندي تاريخ أنا وياه. وقت بقول شخص عزيز، يعني الشخص العزيز أوقات بتختلف معه، نعم، وأوقات ما بتحكي معه على فترة بس بيضل عزيز. العود هذه العلاقة معه بهالبساطة هاي، كون أنه بعض الأحيان بيكون في وقت للتمارين وللعلاقة الحميمة المباشرة، وبعض الأحيان بيكون في اهتمامات أخرى موسيقية، نعم، وقد تكون غير موسيقية، بيكون في شوية جفا، بيكون في جفا، بس بعد بالآخر في محبة. يعني قد ايه حريص على انه ما تزعل هالآلة منك؟ يعني بمعنى الجفا ما يطول، البعد عنها ما يطول، قلة العزف ما تتسلل للأنامل وللأصابع. المشكلة بيصير في موني على الآلة، انه ما رح تخزلني، انه انا مقضى ساعات يمكن آلاف الساعات على آلة العود، بصير بحس انه ما رح تخزل هالآلة، يعني رح ضلي على علاقة منيحة معها. ولكن مش لازم الواحد يتكل كثير على هذا الشغلة هاي، لأنه بعض الأحيان بده الواحد يكون جاهز بالمعنى التقني كمان. ولكن أنا يمكن بحس أنه روحيا لازم يكون قوي الواحد بالعلاقة مع أي شيء. قديش هو العائلة ساهم ولعب دور بأنك تكون موسيقي وتختار آلة العود كآلة للعزف عليها؟ أكيد البيئة يعني بتأثر كتير ساعة التربة بجو. مع يكون عائلة كبيرة، يعني ما شاء الله 11 خي واخت. قبيلة روحانا. قبيلة روحانا. لا بالفعل، يعني بشكل طبيعي يعني حبيت الموسيقى العربية وآلة العود. كان في جو سماع بالبيت؟ في جو بيهتم أكثر بالموسيقى اللبنانية أكثر، تراتيل بهذا الجو، بعدين الموسيقى المصرية والأغاني المصرية. وأكيد يعني في فنانين طلعوا من قبلي أنا، أكيد يعني مثل خليفي ابن خالتي، بطرس روحانا، وبطرس روحانا خيك، وبولس روحانا مع حفظ الألقاب، خليفي يعني مع وأنطوان خليفي، يعني كلهم كانوا قبلي. بقى هيدي يمكن الإيجابية الواحد يكون صغير البيت أو صغير الجو اللي عايش فيه. خليني بعد شوي عن الموسيقى. ترتيبك العاشر بالإخوة، لما بكون عدد الأولاد هالقد، يعني سواء بنات ولا صبيان، في متسع للاهتمام، يعني الأهل عندهم وقت يهتموا له بأحلامه بأمنياته بتوجهاته. يعني كتبت مرة أنه في العائلات الكبيرة والفقيرة، نعم، نكبر مرة واحدة وننضج مع الوقت. يعني بتحس حالك انه ما حدا قادر هلأ نتيجة الأوضاع المادية التعيسة، يعني واجت بزيادة الحرب. صحيح، يعني اذا الواحد يمكن انت نشأت بجو الحرب، الحرب والفقر، يعني بيصير الواحد يتكل على حاله ليحقق طموحه. لم تكتفي بالموسيقى شربل روحانا، بل يعني أتيت إلى الغناء وغنيت. هل شعرت أن الموسيقى مش كافية لتوصل مشروعك، لتوصل رسالتك، لتوصل اللي بدك تقوله للناس؟ قطعت بفترة بال 2006، حسيت أنه ساتوري، يعني فولت بالمعنى الأكاديمي. اشتغلت على مناهج العود بالمعهد الوطني، اشتغلت كمان كموسيقى آلية. نعم. يعني كان حلو، ولكن في فترة من الفترات حسيت انه في شيء لازم انا كمان اتسلى اكثر بعد. روح يعني في شيء حابب انا هيك يخليني يبين زاوية اخرى او شخصية اخرى انا عندي اياها، يلي هي ممكن الغناء. يعني كانت فشة خلق إذا بتحب نسمي هذه المرحلة.
وبدون أي يعني غاية أنه الواحد يكون مغني. ما كان مش همك انك تكون مغني. لا لا، الدليل على ذلك انه انا يمكن كتبت هذا العمل الخطير بال 2006 وما عاد كتبت لهلا 2013. نحن يعني ما كان انه انا بدي، عفوا على الكلمه، انه عربش على الغناء. لا طيب، هل شعرت للحظة من اللحظات أنه الأذن العربية مش معودة على الموسيقى المجردة، على الموسيقى العارية اللي مش مصاحبة لكلمة، بمعنى أنه لا أوصل والله للناس لازم يكون في كلمة، أنه هالأذن العربية معودة على التطريب الكلامي وعلى الغناء وعلى يعني مش مثل الغرب. الموسيقى لوحدها مش طقس من طقوسنا القليل، يعني طبعا ما فينا نعمم، ولكن الصورة العامة هيك. مزبوط. ولكن لو ما في الفكره اللي كانت موجوده عندي، الافكار لبعض الاغاني اللي كنت عم بشتغلهم يلي حسيت انه لازم اكتبهم، يعني انا ما بكتب بس كتبت فتره إيه، ليش لازم؟ لانه حسيت بشيء انه الموسيقى واحده وآلة العود واحده بهالظرف يلي كانت بال 2005 2006 قطعنا بكثير ظروف بلد عم يغلي واغتيالات ومشاكل، يعني تركنا كل شغلنا. على فكره هي فتره من 90 لل 2004 شبه انا يعني كنت ناسي يعني او متناسي الى ابعد الحدود اذا بدك شو عم بيصير بالبلد. كان في فتره هدنه لانه بنسميها اتفاق الطائف، قدرت فترتها اني على الصعيد العلمي اني كمل شغلي، على الصعيد الفني كمان بلشت اشتغل سيدياتي، على صعيد العائلي والشخصي كمان تزوجت واجاني اولاد الى اخره بقى. بس هذا الهدنه انتهت على مطلع الألفين. أكيد الأسرة غيرت بنظرتك للحياة، وجود الأولاد أكيد غيروا ببعض المفاهيم بالعلاقة مع الحياة ومع الوجود. هل غيرت الأسرة والأولاد بنظرتك للفن؟ أو انعكست على فنك بطريقة من الطرق؟ هني كانوا أول شيء عملوا انقلاب كبير بحياتي الأولاد. يعني حسيت فجأة أني أنا صرت رجل متزوج عندي أولاد، يعني تعملت هذا النقلة من فنان وشاب عم بيلاحق طموحاته وناسي أنه في شيء اسمه مؤسسة عائلية وزواج بأولاد، لأنه وعيت فجأة أنه لا أنا متزوج وعندي ولدين. لاستوعبت هذا الأمر أخذت وقت، ولكن هلأ يعني مثل أي أتمنى شغلي بحياتي، أتمنى إنجاز بالحياة، وبعض الأحيان بكون أنا تعبان جدا من كل الحياة، يعني من الموسيقى ومن بتعرف بالعلاقات اللي بتصير. بقعد مع نديم وهيفا، الله يخلي لك. شكرا. و 16 هيفا ونديم 13، يعني طموحاتهم بعد يعني وأحاديثهم تشبه عمرهم. بقى بهذه الأحاديث وبهذا الجو أنا برجع بنفس وبنزل وبرجع بتشرج عن جديد. غنياتك نشوف فيها يعني نفس اجتماعي نقدي، مش غنيات يعني هيك بس للتسلية وللترفيه ولفش الخلق مثل ما قلت. يعني بتروح أبعد من هيك. يعني بحس أنه حتى بالموسيقى نفسها، يعني إذا عم بشتغل على قطعة موسيقية بحب يكون في هدف ما من وراء، يعني في إضافة ما، وهذا بينعكس كمان على بعتقد على كل شغلي بتنوعه. يعني مشان هيك إذا السؤال بسأله على طول إنه يمكن قعدت حوالي 15 سنة مع منهج العود، يعني بين تعليم وبين كتابي وبين إعادة كتابي وتنقيح و ثمان أجزاء المنهج، ثمان كتب؟ ثمان كتب، ثمان أجزاء ويدرس بمعهد اللبنانية وبعض المعاهد العربية. بس هذا لأنه في جدية بالشغل، بس في تضحيات كبيرة كان بهذا الوقت. بدي أسألك عن هالمنهج أكيد يعني خلال الحوار، بس بدي يعني نستهل كمان هيك أمسيتنا بأنه نسمعك إذا سمحت شربل. أكيد. Thank you.
على العزف، والف مبروك على الآلة العود الجديدة، هي أول مرة عم تعزف على هالآلة هاي بالذات. وشكر لصنع على ربيع حداد يلي، وشكر لوجدي شيا لهذه خشبة قطران قدم لي الفنان وجدي شيا، عمره 130 سنة. ألف شكراً. مبروك شكراً وألف جزيلاً. شكر مشاهدينا، نتوقف لحظات ثم نتابع بيت القصيد. عم ترجع تحكي معي وكأن ما صار شي، والأغرب واي عم ارجع رد علي وكأن ما صار شي، ما بعلمي وما فهمتك وصعب يكون ظلمتك، كل مين رجع يعني انه راح بيوم من الايام تيغني موال، وكل مين راح يمكن يرجع ويمكن ما يرجع حتى لو كنا قباله. سلام قبل الحكي، سلام بعد الحكي، سلامي إلك مع إنه ما في حكي ولا حتى في بكي في قلوب فيها الوجع، وانت السفر والشوق وانا سلامي معي. سلام قبل الحكي، سلام بعد الحكي، سلامي إلك مع انه ما في حكي ولا حتى في بكي في قلوب فيها الوجع، وانت السفر والشوق وانا معك. أستاذ شربل شكرا على العزف والموسيقى الجميلة. بفقرة كلام يوصل رح اسمع رأي وشهد شاهد من أهله، الشاعر والفنان بطرس روحانا. خيك لنشوف شو بقول عنك. كمقاتل شجاع جدا جدا، فبالنسبة إلي بأخذ من قلبي شيء بهالاتجاه. بيني وبين شرب الروحانة في ثلاث رحمات عادة ما بتكون متوفرة إلا بالنوادر، انه هو خيي بنفس الوقت رفيقي وبنفس الوقت زميلي، يعني الحب مركب والعلاقه مركبه ودائما ايجابيه، يعني الحوار موجود من الاول لانه اشتغلنا سوا حتى عن الغايب. لما انا كنت اعمل مسرح ببيروت كانت تسمى غربيه، كان شربي اللي لحن لي الاغاني ويحط لي الموسيقى، هو بالمنطقه الشرقيه على التليفون يسجل عن الغايب وأنا استقبل عن الغايب. هالعود قديش فيه خصوصية، قديش فيه قدرة بهالعود إنه يروح صوب العالمية بموسيقى متقدمة متطورة من دون ما يكون إجريها طايرة، يعني من دون ما يكون راسه على الأرض وإجريه فوق. يعني شربل حتى الآن رغم كل المصاعب ورغم كل المعاناة بقيوا إجريه على الأرض قاعد وحاضن عوده مثل ما بيحضن واحد المرأة اللي بيعشقها. وهون أنا بعمل شابو احترام كبير
لا شربل يلي مثل شربل اليوم جديين عصاميين مسؤولين انضاف ومبينة على جسمه، لأنه عم بضعف بشكل أنه حتى العود يمكن بطل يقدر يحمله. شربل حبيبي، بعد كل اللي عشته والمعاناة والوجع والجنون والقهر، بتفضل تبقى سائل وتمشي مع الماشي أو تكمل لحتى ما يبقى منك شيء؟ شكراً لبطرس على الشهادة الحلوة، والجواب عندك. أول شيء بطرس من الأوائل اللي لك تأثرت هلا، لأنه المهم بطرس من الأوائل يلي شجعوني بشكل كبير. يعني أول لحن لحنته لقصيدة لبطرس، ومثل ما ذكر مزبوط يعني كنا عن بعد. يعني هذا ليش تأثرت؟ لأنه في فترة هو بيروت كنت بحاجة لوجود بطرس ولأخوتي الكبار. بسبب الحرب فلوا صرنا نسمي شرقية وغربية، بقى هيدي العلاقة الأخوية الفنية يلي بفترة من الفترات اتكملت عن بعد، كانت قاسية كتير مش علينا. مش قليل وعن جد يعني تركت بتقلى كتير. يعني بتمنى أنه مع الوقت نطلع منا. أخوتي الصغار اللي بقينا بعمشيت، يعني في أخوتي الكبار تركوا قعدوا ببيروت الغربية، وفي قسم بقي بالمحل. اختلفت العلاقة مع اللي بقيوا ومع اللي فلوا؟ زارت قويت أكتر مع اللي فلوا، لأنه صار الغايب في حاجة، بصير رمز الغايب. يعني بتعطيه رمز كبير، بتصير مشتاق له، يعني مشتاق تسمع خبرية عنه. إذا بالصدفة طل، يعني بدك شو تستفيد من هذا الحضور؟ وجوابا على السؤال اللي سألك إياه، أنه رح ممكن تروح بالموجة ولا رح تضل مثل ما أنت؟ ما هن الحق عليهم كمان، ما نحن باقيين مطرح ما نحن، مشان اللي ربينا على أفكارهم وعلى طريقة عيشهم وعلى مفاهيمهم بالحياة يلي هي بتبلش مع بي وأمي، وانتقالا إلى أخوتي العائلة الكبيرة. أنا ثابت الصغير وتأثرت فيهم كلهم، وهذا خطهم هني مش خطي أنا بالنهاية. يعني على سيرة الحديث عن الموجة وهيك، رغم أنه غنائك مختلف موسيقاك مختلفة، أنا بحس يعني وكتار يمكن بحسوا أنه علاقتك، علاقة موسيقاك، علاقة غنائك بالجيل الجديد من الشباب علاقة جيدة، منا علاقة باردة، منا علاقة فيها فجوات. يعني شو تفسيرك؟ شو سر هذه العلاقة؟ مع أنه الانطباع العام أنه الشباب ما بدهم إلا يعني إشي على الموضة التجارية والترفيهية ومش عارف شو. جوابا على السؤال الأول، يعني حتى المقطوعة الموسيقية اللي بشتغلها بحاول جهدي أنه تكون قريبة. يعني ما بحب المسافة بيني وبين الآخر. ما بتتفزلك بشغلك؟ لا، حتى لو كان مختلف، حتى لو كان مغاير. بالضبط، ما بحب كمال الأجسام، بحب الجسم الرياضي. أيوة. يعني بما معناه أنه بحب أكتب موسيقى، ما أقول أنه ليكو شو في قدرات موسيقية عم بكتبها، بقدر ما بيهمني أنه هالموسيقى توصل للشخص اللي عم يسمعها. عم بحكي بالموسيقى. ما بتستعرض عضلاتك على المستمع، على المتلقي، حتى على العود. يعني حتى يعني الصورة أنه عامل منهج للعود، يعني يا لطيف، يعني لطيف أنه ما بيحكي إلا بوزيسيون الرابعة وطلوع. يعني لا، يعني بفهم الموسيقى وآلة العود وسيلة تعبير بس صادقة، فيها محبة وفيها إضافة لاتجاه الآخر. قديش يعني عندك هم التجديد بشغلك؟ قديش عندك هم أنه تقدم شغلة جديدة، لو كانت بسيطة، لو كانت عفوية، لو كانت تلقائية، أو لو كان الشعور اللي بتولده؟ يعني هي أكيد مش طالعة بشكل عفوي، ولكن توهمنا أحيانا وكأنها طالعة هيك خلال جلسة، يمكن خلال قعدة بينك وبين بطرس، أو بينك وبين إلي خوري، أو بينك وبين يعني كل اللي بتشتغل أنت وياهم. يعني هالبساطة اللي بتطلع اخر شيء من الالحان اكيد مكلفة جهد يومي ومستمر، لانه مزبوط انه ما بحب اعمل شيء. اول شيء ما بحب قلد حالي انه شو عملت قبل، وتلقائيا ما بحب قلد الاخرين شو عم بيعملوا.
وجوابا على الجزء الثاني من السؤال هذيك الساعه، في يعني اكيد المفروض الدنيا تكون واسعه على كل الانواع الغنائيه والموسيقيه. نعم. يعني ما عندي مشكله مع اي مغني او اي ملحن، او لو عم نصنفهم بالمغنيين السوق والتجاريين. نعم. واخره، يعني نحن بحاجه نسمع لكل انواع الموسيقى. صحيح. ولكن هي بتصير الخطا بالدوزان اذا بدك، انه ساعه بالتوازن، خلينا نقول انه بين انه قديش في شرك قديش نتلقى من هالنوع. ايه، وقديش يعني انا بحاجه، مثلا انا شخصيا انا بحاجه لشركه او مؤسسه او تهتم بنوعيه الشغل اللي عم بيشتغلوا. يعني انا ما بعرف اشتغل الا هيك بهالطريقه اللي عم بيشتغلها، يعني بكتب موسيقى هيك وبكتب اغاني هيك. بتواجهك صعوبات انتاجيه؟ بالضبط. يعني يعني بدون ما نقعد نلوم المغنيين التجاريين، بالعكس برافو عليهم انهم عم بيلاقوا وسيله انتاج، وبعض الاحيان في اغاني مهضومه عم بتكون يعني، ولكن هذا الكميه الهائله من الاغاني اتجاه مقابلها في ناس حابه تشتغل وعندها شيء جديد تشتغل، ولكن متعسره بشكل او باخر، يعني بتفتش على الانتاج يعني بشكل صعب تتحصل عليه، خصوصي بهالايام هيدي. وبقى هيدي المشكله الاساسيه، انه يكون في عدل يعني. نعم. وهلا السؤال، ليش الشرك التجاريه لا تهتم بنوعيه شغل شربل وغير شربل اللي بيشتغلوا على نمط هذا النمط؟ ما فيها الهم يعني، ما فيها الهم يعني اللي ابعد من التجاره. يمكن بيوصلنا على شيء، لانه مش مطلوب الواحد يحكي هموم المجتمع بهالشكل. نعم. وحتى الهموم الموسيقيه يعني والانسانيه بقى هذا التسطيح كمان بخوف بهالمعنى هيدا. ما عندك التزمت اللي موجود عند بعض الفنانين الملتزمين، في نوع من الرحابة، وانت قلت انه بتحب يعني كل الاشياء وبتحس انه في متسعة يعني بالدنيا لكل هالانماط ولكل هالرحابة. من وين جاي؟ من عمشيت؟ من بحر عمشيت؟ من البيئة يعني العمشيتية اللي نشأت فيها؟ من وين؟ من العائلة الكبيرة؟ يمكن لانه يعني مزبوط، يمكن كلهم هودي مزبوطين. وانا بحس رغم كل شيء بحس اني في داخلي شخص ايجابي. يعني ايام يمكن ما بيكون هالشخص الايجابي مبين بكل خضم هالحياه اللي عم نعيشها، يعني بعض الاحيان بيتاثر. ولكن هيك اذا بفكر بكل شيء قطع معي بالحياه، بحس اني بحب اسمع الاخر وبشوف الايجابي عند الاخر، وبتفاجئ ساعات بتلاقى بناس بس عندهم شايفين الجانب السلبي عند الاخر وبيحطموا بالاخر. ما بحب هذا الكاركتر اساسا. نعم. الطاقة الايجابية ما في مثلها يعني بالعلاقات الانسانية، بتساعد حتى صاحبها. بالضبط. بتريح صاحبها يعني قبل ما تريح. هذه أول شيء. قبل ما تريح. هذه أول شيء. قلنا إنه الشباب يعني علاقتهم جيدة بغنياتك وبموسيقاك، عندك تفسير لإقبال الشباب على نتاجك؟ بعتقد من وقت ما كنت أشتغل موسيقى. نعم. يعني طلعت بموسيقى يمكن اوقات بتركب لها كلام، يمكن بيحسوها سهله انه فيهم يرنتحوها، مثل ما قلنا ما فيها عضلات. انتقلنا على الاغنيه، ما كتبت لانه انا كتبت. نعم. واكيد بطرس كتب قسم كبير من الاغاني، ولكن بال 2006 وقت عملت سي دي خطيره كتبت عده نصوص. بعتقد عالجت مواضيع في كتير شباب عم كانوا بتشكلهم بيعيشوها. ايه يعني من غنية الفيزا وصعوبة الحصول على الفيزا، غنية موضوع اللغة العربية وكيف اللغة العربية عم تتأثر عم تتدهور، شأن الموسيقى العربية يعني كلها مرتبطة ببعضها، هي الموسيقى العربية مرتبطة باللغة العربية وكيف هالتعالي على الموسيقى العربية والتعالي. نعم. على اللغة العربية. تلاقي شخص مثلا هيك من باب شوفة الحال بيقول لك أنا ما بسمع عربي، يعتبرها ميزة إنه ما بسمع عربي، أو أنا ما بحضر عربي وما بحكي عربي، ما بيحكي أساسا عربي. يعني بتكون بإحدى المجتمعات يعني بيسألوك إذا بتحب تفضل نفتح الحوار بالفرنسي أو بالإنجليزي، ونكون كلنا عرب قاعدين. أيوة. يعني لبنانيين، ولكن هيدي ما بدنا نفوت بموضوع اللغة العربية هلا، لأنه يمكن موضوع واسع وكبير شائك. ولكن هذه مواضيع أو أغنية لشو التغيير، يعني عبرت عن حالة يأس ويأس وتعب
يعني مش وحدي أنا كنت عم بشعرها بال2005 وال2006 ومستمرة لليوم كمان. يعني شاركنا بهذه النظرة المتعبة. يعني بغنية لشو التغيير وصلنا، بس بالأخير كنت باين أنه بنهية بشكل إيجابي أو لا، بشكل أدعي للتفاؤل. قلت آخر شيء مبلا لازم حط إذا مسح التفاؤل بالختامة. قلت يومتها أنه إذا مش كرمالي أنا كرمال ولادي، كرمال الجيل اللي حلو جاي حلو، لازم نتفائل. يمكن هالشباب لقوا مثل ما قلت، لقوا يعني عندك عم بتعبر لهم عن أشياء ما عم بلاقوها بمطرح تاني، ما عم بلاقوها عند كتير آخرين. يمكن يكون في ناس مثلك ولكن مش كتار للأسف اللي مثلك شربان روحانا. رح نكمل هالحوار أكيد مع حضرتك، ولكن اسمح لنا نتوقف لحظات قليلة ثم نتابع بيت القصيد. مشاهدينا نتابع بيت القصيد مع الفنان المتميز الأستاذ شربل روحانا، وبفقرة كلام يوصل كمان، ولكن هالمرة عبر الهاتف رح نتصل بمديرة مهرجانات بيت الدين السيدة هلا شاهين، حيث كان لك مشاركة مؤخرا بطريق الحرير، مشاركة متميزة لبنانية، الجزء اللبناني من طريق الحرير. ألو. أي أستاذ زاهي، مساء الخير، كيفك سيدي هلا؟ الحمد لله، كيف يعطيكم العافية. الله يعافيك. ضيفنا بالاستوديو الأستاذ شربل روحانا، اللي كان يعني بمشارك بمهرجانات بيت الدين هالسنة بفقرة مميزة ضمن طريق الحرير. حابب أسمع رأيك الحقيقة بشربل وبتجربته الفنية. صراحة الإنتاج اللي كان على خطة ماركو بولو، نعم، كان في تحدي كبير، كيف فينا نجمع بين موسيقى اللي تمتد من الصين إلى أوروبا عبر لبنان. نعم. وكان الحقبة اللبنانية ما فيها تكون إلا عن طريق الأستاذ شربل روحانا، اللي ألف مقطوعة واللي قدر يتعامل، وكان عنده تعامل سابق مع المدير الفني للعمل كله. نعم. بقى إجت مشاركة الأستاذ شربل بمحلة وعطت طابع كتير مهم للمرحلة اللبنانية، اللي مرحلة السفر اللبنانية لماركو بولو، يعني بتأليف جديد، نعم، بمقطوعات وبعزف عود ممتاز. عندك شي سؤال بتحبي تساعديني فيه على شربل؟ سؤالات كثيرة هلا. نعم. أول شي بدنا نقول له إنه هو سؤالين عندي. نعم. أول واحد إنه عرفت إنه خصص بيت الدين بمقطوعة. نعم. سمعناها بالتمارين. اوكي. وكنا بنتمنى نشوف وين رح تروح المقطوعة، رح هي بداية مشروع، هي بداية عمل خاص ببيت الدين، ما بعرف. سؤال عندك استاذ زاهي. طيب انا بتشكرك كثير وبتمنى لك بتمنى لك التوفيق لحضرتك وللمهرجان. الله يخليك، شكرا، سلاماتنا للجميع. شكرا. شكرا. اذا خصصت بيت الدين بمقطوعة. مقطوعة، ولكن لضيق الوقت. نعم. ولا عن جد يعطيهم العافية، لأنه خلينا نقول العمل كان معك بمشاركة عبير نعمي، ورفيق أستاذ رفيع علي أحمد، كان بعنوان همزة وصل. همزة وصل، همزة وصل. أكيد رفيع علي أحمد كان دور الراوي ودور ماركو. نعم. بولو يلي عم يوصل الحكوات وعبير غنت اللوحة اللي اشتغلتها. نعم. يلي اختمنا فيها الطريق الحرير ماركو بولو. ولكن بدي أقول أنه هذا العمل كبير كتير. نعم. يعني أنه رحلة ماركو بولو يلي مثل ما ذكرت مدام هلا، يعني من الصين لإيران للهند إلى آخره، وصولا إلى لبنان،
ونتيجة الأوضاع بلبنان يعني ما بيصير في وقت كافي للتحضير. نعم. على البال المستريح مثل ما بيقولوا، يعني قبل هذا شغل بده سنة قبل الواحد يحضره، كله بصير بسرعة وكله بصير بسباق مع الزمن ومع الوقت. ايه، ومبارح قبل اليوم يعني هذا يعني شهرين لورا كنا عم نحضر هذا العمل. أكيد يعني استنفدنا كل طاقتنا لنشتغل. طلعت من التجربة راضي؟ يعني نسبة الرضا أكيد نتيجة كل الأوضاع اللي عم نعيشها أنا بعتقد أنه كان عمل ناجح يعني وممتع للناس اللي اللي حضروا. وبتمنى أنا هلأ سيري منفتحت أنه بتمنى أنه يكون في عمل خاص جاي خاص اشتغلوا لبيت الدين بالسنة الجاية أو السنوات اللي جاية. قدي نسبة الرضا بشكل عام موجودة عندك؟ مشكلتي قديش أنا إنسان بعتبر حالي بعض الأحيان هني. نعم. بس قدي كمان قاسي على حالك وقاسي وقلق وإلى آخره، هودي كلهم بيترافقوا مع بعضهم يعني بضلي بعيد صياغة الشغلة عدة مرات وبحسها طبيعي هذا الشيء اللي عم بيصير. يعني إنه أنا حقيقة ليش عم بسألك عن نسبة الرضا؟ قلت لك جملة يعني لفتت نظري، وجدت أن إرضاء الناس محال فاتجهت إلى إرضاء نفسي. هذا القول علني أرضيها كمان. ليش وجدت أنه إرضاء الناس محال؟ لا يعني بكون خالص حفلي. نعم. بعرف أنه بيجيني ألف رأي وأراء متناقضة يعني بالحفلة الوحدة، نفس المادة الفنية اللي عم بقدمها بقى في عندك إذا في 400 شخص ممكن يكون في يعني 200 رأي مثلا نفترض يعني بقى. وهي بالحياة هي يعني نحن خبرية جحا وابنه والحمار. نعم. يعني هذه من نحن وصغار ندرسها. نعم. يعني بقى يتعلم الواحد أنه يعني هي شغل اللي عم بقوله شغلة منا هيني الواحد يطبقها. يعني نحن مننظر فيها ومنعيشها منفكر فيها من نحن وصغار. نحن كل همنا أنه نرضي الآخرين، يعني نتصرف على أساس الآخر شو بده. بس قليل جدا يلي بيفكر الواحد هو شو بده. نعم. يعني هو بده يرضي نفسه وبيتوجه للآخر. هيدي بتجي يعني أنا يمكن إلي فترة صغيرة بلشت طبقها. نعم. أنه طيب أنا شو بيهمني إذا الآخرين راضين وأنا مزعوج، يعني أنه بكون ما عملت شيء يعني. طيب هل إرضاء الذات سهل؟ أبدا أبدا أبدا، يعني يا محل إرضاء الآخرين. نرجع المربع الأول. نرجع ما هي في علامة استفهام لا تنتهي. نعم. بماركو بولو شو اللي عملتوه بالضبط؟ يعني ألفتوا موسيقى مخصوص يعني للعمل ولا قعدت توزيع بعض الأشياء بالزبط اللبنانية القديمة؟ بالزبط. يعني في عنوان التابلو همزة وصل. نعم. تريدونيو. نعم. يلي هو إجا بشكل مناسب ويتناسب مع فكرة رحلة ماركو بولو وطريق الحرير. بقى كان فيها مقطوعات أغاني فولكلورية من يا ميجانا يا ويل حالي. نعم. لما بدا يتسنى زروني كل سنة مرة بالذي أسكر من عزب اللمى. يعني طيب بهالحالة إعادة التوزيع، أنا يعني قصد سألت أنه في أعمال إعادة التوزيع شو بتفيد الموسيقى والموسيقي نفسه؟ يعني كيف الواحد بحس أوقات أنه ياريت هالشغلة إليه، هيك بحس تجاه بعض الألحان. أعمال قد ما بتكون حبيبة قد ما بتكون عجبتك قول يا ريت إلي. بقى هذه مسائبة حلوة إنه ما حدا بيقول لك وينك، يعني إنه ساعة اللي بيكون في موشح من القرن التاسع مثل لما بدأ يتسنى خلص بيصير ملك عام هذا بقى، أو يميجنا أو 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 بقى بيصير يحس الواحد إنه هالأمنية اتحققت بجزء منها. عليه هو شغله ومسؤوليته إنه ما ينزع هذا الشغل، ما يخرب بطريقة سيئة. لا، بعض الفنانين بيحكوا عن التخريب الجميل الخراب الجميل، ولكن انه هو مرات في خراب مش جميل، يعني بيجوا بإعادة التوزيع بتكون بالزبط. بتكون النسخة الأصلية أحسن بألف مرة. ما هي بس أنا بقول على طول انه طالما في نسخة أصلية أنا مطمن راسي. نعم. يعني لو شو ما عملت. نعم. لا سمح الله عملت شيء مش كويس، اللي ما بحب هالتوزيع بيقدر كيف اليوم مثلا عنده الواحد فايل ضابه بس في فوتوكوبيات عنه يمكن يشخط يمكن يطلع. نعم. بس في الفايل الأساسي موجود
موجود بالحفظ والصون. بالحفظ والصون. أنا بيصير عندي القدرة أنا أو غيري نتصرف. هون بترجع بقى لذوق كل شخص ولأسلوبه بالتعاطي مع الفولكلور ومع الأغاني المعروفة. وهي خطيرة جدا الشغلة على فكرة، لأنه علقان بالوجدان وبذهن المستمع طريقة معينة بالأداء. يعني عم بتقرب على شغلة شبه محفوظة بصم أحيانا بتكون. يعني بده يكون الواحد فهم القطعة وحببها. يعني ساعة اللي بيحب الواحد قطعة موسيقية أو غنية بعتقد إنه اللي بيحب ما بيأذي، يعني إلا بدون قصده. حلو كتير حلو إنه اللي بيحب ما بيأذي فعلا، إلا بدون قصد. بدون قصد بالحب كتير أذى بدون قصد. بدون قصد. إسه شربل بدي انتقل من استوديو كمان مرة إلى خارج استوديو، فقرة علامة فارقة نشوفها نحن وياك. نعم. لا ندم يخالط سلام شرب الروحانة اليوم مع خياره الفني، وإن مسه قلق على المستقبل فهو يسترجع تجارب الماضي ويقول كانت حلوة ولو صعبة. صاحب أغنيتي لشو التغيير وجد أن في التغيير ضرورة كي يعبر عن صوته الخاص، لذا فضل منذ سنوات أن يستقل بعوده ويسمع صوتهما على انفراد في مشروع فني خاص. برفق مزج بين الكلمة واللحن، ولم يحيد إنسانيته وتربيته عن درب خياراته كلها. اليوم وعلى الرغم من كتابته لمنهج تعليم آلة العود وتأليفه لمقطوعات موسيقية مميزة وإحيائه لمهرجانات مرموقة، يقول أنه ما زال يبحث عن صوته الخاص، لكن ذاك الصوت وصل وتجلى. روحانة الذي أبقى أقدامه على أرض صلبة وعرة يمرر أنامله على وتر لا ينقطع، وتر يصل بين الماضي والحاضر، بين الشخصي والعام، بكثير من الشفافية وكثير من الحب. يعطيك العافية، عزبوك الصبايا، بس يمكن هالمشاهد بتخليني أسأل عن علاقتك بالطبيعة. كيف علاقتك بالطبيعة وقديه الطبيعة عنصر ملهم لإلك كموسيقي؟ أنا وصغير كانت أقوى بكتير بحكم وجودي بعمشيت طبعاً. يعني وعلاقتي مع عمتي كانت هي بالنسبة لنا هي الضيعة وتاخذنا على الطبيعة وعلى قطف الزعتر وعلى خبز الصاج وعلى الخبريات. يعني هذا الجانب مع الوقت بيصير أخف بكتير بعيشة المدن باهتمامات الحديثة. بس يعني أنا بحب أتمشى، يعني كل بروح بتمشى أو على طريق البحر أو شوي بالطبيعة قد ما بيسمع الظرف. يعني بتستمد شيء من هالتمشي، بتشرج، يعني بتعيد هيك شحن. مزبوط. وما بحاول أفكر بالمشاكل اللي حلها، يعني بستمتع باللحظة اللي عم تعيشها. عم بعيشها أكيد. ببعض الأعمال أستاذ شرب الروحانة ارتبط اسم العازف إلي خوري باسمك، شو سر هالتعاون أو شو سر ما يشبه الثنائي بالعازف على العود؟ هي العلاقة فيكون إلى مسار. نعم. يعني إلي تعرفت عليه كتلميذ عندي على آلة العود. نعم. بالكونسرفاتوار الوطني. بس مثل ما بقوله سبحان الله، بتحس انه هذا الشخص عنده مقومات ومميزات انه مش بس موسيقية، قادرين نتكلم سوا بامور اخرى كمان.
هلا الي فرمشاني درس الصيدلي يعني ايه مش قليل ولكن قد ما غرامه بالموسيقى اخر شيء سكر الصيدليه وباعه وراح على الموسيقى اتجه للموسيقى ويحب فرنسا. الحوار بين آلتين عود يعني بين عودين شو اللي بيعطيه للعازف؟ شو اللي بضيفه للمتلقي؟ ما هي نتيجه العلاقه واثنيننا بنعزف عود. نعم. وفي صحبه بقى وفي شطاره يعني الي عازف متميز على آلة العود والبزء والدف كمان يعني بقى انه حلو الواحد يدمج الصداقه بشيء كمان مفيد فنيا وجميل بقى. طيب كان ثمرت هذه اللقاء انه عمل دوزان انعمل بال 2011 صحيح. على سيرة الحوار بين عودين شو اللي باقي بهيك بذاكرتك او ببالك من تجربة جدل مع مرسي خليفة اللي كانت حوار بين اربع اعواد؟ عودين مع الباص والرق كانت اربع آلات عودين والباص. هي بتمثل لي مرحلة غنية جدا وكان بعدني عم بكتشف المستقبل شو بده يكون يعني كانت بهالمرحلة جاي عمل جدل وعم بيكون لي بذاكرتي وبشخصيتي يعني مادي دسمة للمستقبل. ذكرنا أكثر من مرة منهج العود اللي حضرتك أعديته واللي عم يدرس بمعاهد الموسيقى بلبنان. سؤالي هو يعني هيك قربنا على الختام إنه شو اللي بيخلي موسيقي وفنان بعده ببدايات يعني مش البدايات الأولى ولكن بعده بمقتبل العطاء والعمر والهيك إنه يهتم بإعداد منهج علمي؟ عادة اللي بيعملوا هالنوع من المناهج بكونوا شوي تقدموا بالسن وبالتجربة وبالآخر. شو اللي خلاك تعمل هالشيء؟ أي هم يعني من انطلاقا من أي هم؟ يعني شو أخذك يعني هذه الم... ايه؟ أنا بحكي حالي هلأ يعني أنا عم بحكي عم شوف شو حياتي. شو أخذك هلأ إنه لا أنا بالوقت الحاضر هلأ اللي قطع خلاص يعني ما في ندم على كل شغلة على كل شيء عملته بحياتي خصوصي بالمجال الموسيقي كله كان له ظروفه يعني بالظرف هو اللي حكم علي. لا إنجاز بعدين هو شو كيف بدك تندم على لا إنجاز. بس إنه في أوقات تحس كان حساب شيء تاني أكيد. بعدين هو المنهج بالنهاية وسيلة وليست غاية. أنا تعاملت مع المنهج لسنين كأنه غاية. هذا اللي أوقات فكر إنه أعطيت كل الوقت تقريبا بعض الأحيان. هلأ بعض الأحيان أنقذت نفسي ببعض الكتابات الموسيقية ببعض الحفلات ببعض التسجيلات. أنا بقول أنقذت نفسي مش أنه ما كان لازم يصير ولكن برأيي كان ممكن تكون التجربة من يومتها يعني فيها توازن أكثر توازن أكثر مع يعني الأشياء الثانية. أعطيت يعني فت بالجو الأكاديمي فترة 15 سنة تقريبا مع يعني ملاحقة الطلاب والأساتذة وأنه بحط هالصفحة بالمنهج قبل هالصفحة ولا هالنوتة قبل هالنوتة فتنا بديباجة وساعد بيكون على معك 24 أو 25 أستاذ وكل أستاذ صحيح. عنده رأي ما كنا عم نحكي أنه إرضاء الناس محال بقى بصير عم بتناقش بالوسائل مش بالهدف مش بالأهداف الجمالية. على كل حال بقى نختم بسماعك ما يعني يكون مسك الختام معك. بكرر شكري لوجودك معنا بهالحلقة الخاصة بشهر رمضان المبارك. إن شاء الله بكون إلنا يعني قريبا لقاء مطول أكثر من غوص بعالم العود وعالم الموسيقى وعالمك بكل تفرعاته. ينعاد عليك وعلى جميع المشاهدين ومسك الختام عندك. شكرا. أهلا. معبيل كل سنة. شرف. دم قستك دقو غني بوم 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 طق البلد يبدو انه احترق فيوز وغياره برا البلد. دم قستك دقو غني بوم 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 طق البلد يبدو انه احترق فيوز وغياره برا البلد. كلنا للوطن للعلا للعلم اذا هي على شو مختلفين تسلم يا وطن.
بتعل القلب بتطفيها الحالي يا لطفي عم صرخ ما حدا بيسمع ما الهيئة الصرخة بتكفي ويا لله يا لالالالي يا لله يا لالالالي يا لله يا لالالالا يا لالالالا يا لالالي ما هو بلدي رائع مع إنه دايما ضايع ما هو بلدي رائع مع إنه دايما ضايع والضايع بعده ضايع وين رح لقي ما بتعب منك يا بلدي لو مهما تقسى يا بلدي ما بتعب منك يا بلدي لو مهما تقسى يا بلدي يا بلدي ويا لله يا لالالالي يا لله يا لالالالي يا لله يا لالالالي يا لالالالي منتنفس نفس الهوى ومناخد نفس الدواء منتنفس نفس الهوى ومناخد نفس الدواء بيروت وفيروز عنا كل اللي بتحبوهن عنا ونسم علينا الهوى على شو مختلفين ما بتعب منك يا بلدي لو مهما تقسى يا بلدي ما بتعب منك يا بلدي لو مهما تقسى يا بلدي يا بلدي ويا لله يا لالالالي يا لله يا لالالالي يا لله يا لالالالي يا لالالالي يا لالالي يا لله يا لالالالي يا لله يا لالالالي يا لله يا لالالالي يا لالالالي يا لالالي